بقدس أبونا موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة. أهلا بقدسك يا أبونا معنا. أهلا بيك يا ستينا. احنا شايفين الحقيقة لقاء ليس الأول، ولكن هذه المرة داخل مصر قداسة البابا بيستقبل رئيسة المجر ورسائل هامة ويعني محطات عديدة أيضا يعني في هذا اللقاء. وتكلمنا أكتر على هذا اليوم وهذه الزيارة. يعني هو الحقيقة رئيسة المجر السيدة كاتالين نوفاك كانت حريصة أنه خلال برنامج زيارتها لمصر، رغم ان الزياره مدتها تقريبا 3 ايام، الا انها كانت حريصه على لقاء قداسه البابا. وطبعا لقاء قداسه البابا من اللقاءات المهمه لكثير من المسؤولين الدوليين ورؤساء الدول اللي بيكونوا حريصين عليه، لكن انا هنا بأشير الى انه في أغسطس الماضي منذ 3 أشهر كان في لقاء بين قداسة البابا والسيدة نوفاك. هي كانت حريصة أنها تزور قداسة البابا. اللقاء كان لقاء مليء بالود والترحاب. قداسة البابا الحقيقة أشاد بزيارة قداسته للمجر، ولفت خلال كلمته إلى أنه السيدة نوفاك مهتمة بشكل أساسي بترسيخ القيم الإنسانية والقيم المجتمعية المهمة في المجر، مهتمة بقضايا الأسرة والشباب والأطفال وبالتربية والتنشئة المسيحية السليمة. الحقيقة اتفضل يا أتسابونا. كعادته قداسة البابا اتكلم عن مصر التاريخ ومصر الشعب. تاريخ مصر والأجواء في مصر بين كل أطياف الشعب المصري. أيضا قداسة البابا قدم يعني نبذة مختصرة عن الكنيسة القبطية وتاريخها، وأشار إلى أنه الكنيسة القبطية هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، لأن هي تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس ماري ماركوس. زي ما أشارنا يعني كان كمان في محطات عديدة في إطار هذه الزيارة. زارت كنيسة البطرسية والتقت، يعني الحقيقة ده شيء لافت جدا، هي التقت ببعض من أسر الشهداء واتكلمت مع زوجة كمان حد من الشهداء. فيعني كيف كان هذا اللقاء؟ هل هي كانت حريصة أن هي تزور البطرسية وتزور مزار الشهداء، ولا الموضوع كان ماشي إزاي في هذا الاتجاه؟ هي كانت حريصة طبعا زي ما حضرتك قلتي على ان هي تزور الكاتدرائية المرقسية وتتعرف على تاريخها، وايضا تزور الكنيسة البطرسية. والمجموعة اللي التقتها من مصابي الحادث الارهابي اللي كان وقع منذ حوالي 7 سنوات، حرصها الحقيقة على التقائهم نابع من خصوصية معينة للمجموعة دي، لأنه هذه المجموعة من المصابين كانوا سافروا إلى المجر بدعوة من حكومة المجر، وتم علاجهم هناك، تلقوا العلاج. والحقيقة هم النهاردة في لقائهم معها أشادوا باهتمام الكنيسة القبطية وقداسة البابا بيهم طبعا، وأيضا باهتمام المسؤولين المجريين بيهم خلال فترة تواجدهم هناك، واهتمام الكنيسة القبطية هناك أيضا بيهم خلال فترة العلاج. والحقيقة في لقائها مع الخادمة العاملة في الكنيسة وهي زوجة الحارس بتاع الكنيسة اللي كان استشهد في الحادثة، يعني تحدثت إليها حديث
ودي جدا واطمأنت على أحوالها وعلى أولادها، وكانت الحقيقة كلمتها مليئة بالود وبالمحبة.